بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم مع فضاء فاطمة السوسية مع فيديو جديد. كنتمنى دائما التشجيع منكم، وما تنسونيش من لي لايك ومن التعاليق ديالكم الزوينين اللي كيفرحوني دائما. اليوم غادي نقدم لكم واحد الفيديو ديال واحد الاكله ديال السمك ديال الريجيم، اكله صيفيه كتجي زوينه خفيفه ورائعه وسهله في نفس الوقت. اذا على بركه الله عندنا هنا السمك، كنرافقوا مع بهذه المقبلات. عندي هنا واحد المقبله ديال التكتوكه اللي فيها الفلفله في الالوان ومطيشه وقزبر ومعدنوس والثومه والقامه والزيت العوليه باش طيبت هذا التكتوكه. وعندي هنا البطاطا حتى هي اللي سلقتها ودرت ليها الكمون والبزار قزبر ومعدنوس شويه الثومه والزيت العود. عندي هنا الزيتون عادي، دائما الزيتون كيتقدم مع الحوت. وعندي الشلاضه ديال المطيشه، مطيشه والبصله حتى هي كتجي هائله مع الحوت. ها نتوما هاد الحوت راه زوين بزاف، حوت البيض ونقي نتوما اللي كيطيب كيجي من الداخل، كتكون فيها هاد القشره هادي. اللي بغى ياكلو مع هاد القشره كياكلو، اللي بغى يحيد ليه القشر اللي داير ريجيم راه كيحيد ليه هاد القشره هادي، حيت ما كتدخلش ليه الزيت للداخل كيحيد القشره وكياكل الحوت بوحدو. اللي ما دايرش الريجيم راه كياكلو بالقشره ديالو، راه كيجي هائل وبنين بزاف. اذا على بركه الله غادي نمشي نشوف معاكم الطريقه كيفاش وجدت هذا السمك. اذا على بركه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، غنوريكم الطريقه كيفاش نقليو السمك بلا ما يشرب الزيت. السمك ديال الريجيم والصحي اكثريه في هذا الصيف كيجي غزال وكيجي صحي، وديال الريجيم ان شاء الله غادي يعجبكم. اذا على بركه الله، عندي هنا واحد النوع ديال السمك، هنا واحد السمك البيض غزال، هذا السمك جديد وطري كنجيبوه هكا نقي ومصوب. وعندي هنا واحد الكميه ديال دقيق الفرص اللي هو فارينه، غادي نزيد عليه القامه. هذا السمك هذا غادي نقلي غير في النواشف، ما غنديرش فيه حتى شي حاجه فازقه، غندير كلشي ناشف. هنا كندير واحد المعلقه ديال الخرقوم، هنا كندير معلقه ديال الابزار، معلقه ديال سكنجبير، معلقه صغار ما كبارش، معلقه ديال البابريكا اللي هي التحميره، هي معلقه واحده تحميره حلوه، عندي هنا معلقه ديال الكمون، ثم كنخلطوا هاد النواشف هكا. واللي كياخذ الملح خصو يدير الملح، ديري واحد المعلقه ديال الملح حتى هي. انا ما درتش الملح لان هاد الحوت انا غنصوبو لراجلي، راجلي دابا هاد الايام كياخذ واحد الدواء ما خصوش ياخذ معاه الملح حتى يكمل داك الدواء، خصو ما ياكلش الملح حتى يكمل داك الدواء. هذا الشيء علاش درت هاد السمك هذا، هاد الحوت ديال الريجيم وما غنديرش فيه الملح. اذا كناخذوا السمك ديالنا، ها هو كندوروه في هذا النواشف هادو باش كتدخل مع هذيك القامه. وعندنا هنا واحد المقله ديال الزيت شعلنا عليها، كنكثروا الزيت وكنخليه يسخن مزيان باش ما كثرنا الزيت مزيان كيطيب لينا السمك ديالنا دغيا وما كيشربش الزيت. اذا كنعمرو كله بهذا بهاد القامة هذه،
كل شيء من جميع الجوانب. هو كيشرب هذه اللقام هذا النوى، واخا ناشفه كيشربها مع السمك، راه هو فازك فيه الماء ديجا مغسل ونقي وعاود ثاني غسلته، كيشرب هذه النواشف واخا ما فيهم لا الزيت لا حتى حاجه كيشربهم. نتوما الحوت غزال تبارك الله، صلى على النبي، بيض زويد وطريب. اذا غادي نستمروا هكا، نستمروا حتى كنعمروه كله، كنكسيوه كله بهذا النواشف، هاد القامه وهاد الدقيق، ونتلاقاو ديك الساعه باش نقليوه في الزيت. ها نتوما البنات الحوت ديالنا كيتقلى، كنشعلو ليه ملي كيطيب الزيت مزيان، كنعاودو نقصو البوطه شويه باش ما يتحرقش لينا الحوت ديالنا. صافي كنقليو، كنقلبو هكايا، كنقليو كيطيب من جوج جهات. راه البنات ما كيشرب حتى نقطه ديال الزيت بهاد الطريقه هذه، وبهاد التوابل ما كيشرب حتى نقطه ديال الزيت. وهذا الدقيق هذا البنات ما تضيعوش، غادي تهزو غديروه في شي بواطه كتسد وتخليه حتى تبغيو عاوتاني تقليو الحوت مره اخرى، وكتجبدوه وكتقليو. اذا غنستمروا كنبداو نقلبوا حتى كيطيبوا، حتى كيطيب لينا الحوت من جميع الجوانب. صافي البنات السمك ديالنا هو طاب، طاب مزيان. صافي دابا غنحيدوه، هو طاب من جوج جهات، بارك عليه باش ما يقصحش عاوتاني. دابا غادي نحيدوه ونرجع معكم ان شاء الله. اذا البنات هذا هو الطبق ديالنا ديال السمك، ملي وجدناه كيجي على هذا الشكل، كيجي رائع ورائع بزاف، وما كيشربش الزيت. ها نتوما كي كيجي من الداخل رائع. اللي بغى كيحيد لي داير ريجيم كيحيد لي هاد القشره هادي، وكياكل الحوت الدخلاني. ها هو الحوت الدخلاني، ما فيه لا الزيت لا حتى حاجه، ناشف وطيب مزيان ولدي. واللي ما دايرش الريجيم راه كياكلو كله، كياكل حتى ديك القشره، راه ديك القشره كتجي رائعه، كتجي بنينه. ما دايرش الريجيم راه كياكلو بالقشره ديالو. اذا غنقول لكم هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، غنقول لكم كنتمنى يعجبكم الفيديو. ما تنساونيش من التعاليق واللايكات ديالكم، تعاليق زوينين اللي كيفرحوني دائما. وغنقول لكم الى اللقاء الى فيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.